VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل ووصلنا لي عملنا الاندكس وعملنا ملف الستايل CSS وبعدين ربطناهم ببعض. عايزين بقى نتفق على سيكونس الشغل. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبرمج الموقع كله او الصفحة كلها HTML و CSS، ولما نخلص خالص هنبدأ نغير كل حاجة ل PHP ونحط الأكواد في مكانها. يعني هنبدأ بقى نشتغل، نفتح الفولدر عندنا فوق الاثنين images. طيب تمام. أول حاجة بتفكر فيها في ID اسمه rubber. تمام، ده مسؤول عن كل خواص الويب سايت ككل. يعني ازاي؟ اقول له الويدث بتاع الويب سايت كله، الويدث مثلا هنديله 950 بي اكس، الهايت هنقول له اوتو، هنقول ال background color ونختار ال color، هنقول له ابيض. دنيا على دريم ويفر سهله جدا، حتى لو انت ما عندكش خبره بال CSS ادينا متعلم ازاي. والدريم ويفر بيوفر لك الحقيقه، يعني بيسهل لك قوي الموضوع. يبقى انا كده قلت له الويدث بتاع الويب سايت بتاعك 950 والهايت اديله اوتو بقى، ميبقاش محدد بمساحة معينة. وعندك الباك جراوند كولر هيبقى الأبيض. ليه الأبيض؟ علشان احنا قبل كده، تعال نبص بصة تاني على جي بي جي، ده هيكون الباك جراوند بتاعي، وطبعا من حواليه هيكون أبيض، أو زي ما أنت عايز بقى. أنا ممكن نحط باك جراوند، بس خلينا دلوقتي في الأبيض. تمام، هنبدأ بقى نفصل كل حاجة على حدة. هنقول له تاني حاجة، هنقول له body، نفتح قوسين، نخش جوه البادي بتاعك بقى هيكون بايه؟ الفونت ونوعه ايه وحجمه ايه، وان كان فيه فونت كلر والكلام ده كله. طيب انا هقول له فونت فاميلي، بديك بقى اختيارات كتير قوي. تعال نشوف هنختار ايه. اشمعنى ثلاث فونتات كده بالطريقه دي؟ يعني انت لو جيت بصيت على اي حاجه من سطر من دول هتبص تلاقي الموضوع في ثلاث فونتات دايما. فردانا مثلا، جيوفانا مثلا، او سانس سيرف. يعني ده كله بيقول لك ايه؟ ان انا هشوف الفونت ده متسطب الاول على الجهاز. ان ما كانش يعني الويب سايت هيقرا بالفونت الاول، ما كانش الفونت ده موجود على الجهاز هينطبق من فوق، هيشتغل على الفونت التاني. ما كانش موجود يبقى هيشتغل على الفونت التالت. فانا عامه انا بفضل الفردانة، يبقى اديناه نوع الفونت اللي هكون بيه الويب سايت. طيب عايزين نقول له بقى الفونت سايز، اهو الفونت سايز هخليه مثلا 14 عشان يبقى واضح شويه. وعايزين نقول له الفونت كولر هيكون، نشوف بقى الفونت من البي اس دي، تمام. انا عايزه الازرق الطبقه دي، تمام، او الاسود، دي حاجه ترجع لك. بس هنخليه الطبقه دي عشان يكون في اختلاف بين لون المنيو
والكلام، هنخلي الطبقة دي. فاروح جاي هنا وأقيس مثلا الفونت ده الفونت بيكر دي، اروح جاي واخد الكود ده كوبي، اروح رايح على دريم ويفر وراح حاطه هنا كده واقفل. وانا خلصت الخواص بتاعت الويب سايت بتاعي. جميل كده، وصلنا للي احنا بقى هنبدأ نفصل كل حاجة. اول حاجة هنمسك منطقة الهيدر، نعملها ديف او طبقة. طبعا عرفنا قبل كده الفرق بين الديف والكلاس. هنقول الديف ده هيكون الهايت بتاعه اتش اي اي جي اتش تي، هيكون وليكن مثلا 170 بي اكس، والويدث بتاعه هيكون طبعا 950 بنفس العرض بتاع الويب سايت اهو. خلاص، تعال بقى نقول له الباك جراوند ايمج. نقول الباك جراوند ايمج دبل كليك براوز، نروح رايحين على الصورة بتاعتنا. ممكن نحط له الباث على طول من غير ما تروح، بس انت ممكن تختار عادي. انا هحط له الباث، ممكن كمان بطريقة تانية نقول له الباك جراوند هنا كده دبل كليك مش كده، قول له يو ار ال، تروح حاطط له فايلز ويب ايمجز كده. اوكي تمام، هنقول له مثلا خلاص انا مش عايز بقى كل ده، بقول لك الباس بتاعه بالظبط على الجهاز. انا مش عايز الجهاز، انا عايز ده كده، وعمل نقطتين. النقطتين دي يعني بيقرا الروت بقى ايا كان، وبيبدا من اول الايمجز بانر كذا كذا. تمام، الريبيت بتاعها هيكون على الاكس. تعال نشوف كده، تعال بقى نحط كل الحاجات دي. اول حاجه هنخش بين البادي ونقول له دي ديف الاي دي مين، او طبعا بيقرا لك اللي في موجود في السي اس اس، يبقى رابر. وكل حاجه هتتحط بين الديف ده، طبعا هتقفل الديف ده خالص. تمام، هتحط بقى جواه كل حاجه تختص بالويب سايت كله. يبقى هنا ديف تاني اي دي بيساوي body، اقفل الديف بتاعك او الطبقة بتاعتك، وحط بقى الهيدر وكل حاجة جوه. تاني ديف بتساوي id يساوي هنقول بقى الهيدر. تمام، ممكن نروح جايين كده مثلا قافلين على طول من هنا. مجرد تضغط هنا بتلاقي الهيدر بدأ ينزل لك بالشكل ده. تعال نظبط بقى، انا في شايف ان في مسافة فوق، وبناء عليها هيكون في مسافة على الشمال وعلى اليمين وعلى وتحت كمان. تعال نقول له في رابر، هنقول له مارجن هيكون 0 بإكس. تمام، وكمان البادنج هيكون 0 بي اكس. اسيب على طول.
عشان يعني كل المساحات اللي فوق دي تنتهي معايا خالص. طيب خلينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصنا دلوقتي الهيدر، هنخش على اللي بعده. نفتح البي اس دي، ادي الهيدر خلصناه. انا عايز اخد الجزء ده كلوجو، تمام؟ واللوجو ده تمام، جاي محدد كده، واقول له والله اديني السلايس واقطع المنطقة دي. جميل. واجي بتاني اختيار وهقول له دبل كليك، واللي سميني ده اللوجو. ومن هناك زي ما عرفنا صفر ويب، هنقول خليها 170 يوزر سلايس، نختار باك جراوند ايمج. الله، طب اللوجو انا يمكن دلوقتي لاحظت ان انا قطعت معايا الباك جراوند، فانا طبعا مش هحتاج كده، انا عايز اللوجو فاضي، تمام؟ فبعمل كنترول اكس وباجي على اللي اوت، باجي على اللون بتاع البانر وبشيله خالص، وباجي عند اللوجو نفسه بقى واخده هو بس، يكون بي ان جي فاضي خالص. اوكي، اختار بي ان جي مش هيطلع مفرغ، وهقول له في الويب لوجو، اتاكد من بره ده هيكون اللوجو، هشيل ده خالص، الرقم ده واخد ده بره، مش عايز ده، مش عايز الفولدر الايمج، هو ايمج مش عايزه. هنيجي بقى على ال CSS واقول له الهيدر، هنقول له بقى اللوجو ديف لوجو، هنحدد له الويدث وهنحدد له الهايت، وكمان هنحدد له ال URL بتاعته، يبقى ال background URL وده اللوجو هيكون كده. طبعا انا هروح جاي شايل الباس ده كله وموقف لحد الايمجز نقطتين، نشوف بقى الويدث والهايت، وضغط ضغطه كده عليه بيظهر لك الويدث فوق تحت والهايت، يبقى الويدث 182 في الهايت 100، نقول 170، 182 بي اكس، الهايت نقول له 170 بي اكس. نروح هناك نحط بقى في الهيدر ده جواه هيكون الطبقة بتاعة اللوجو، لوجو، نروح بكل بساطة قافلين بالطريقة دي. تعالى بقى نشوف هيتحط فين بالظبط. اف اي بيساوي
حاج مين؟ أوه. طبعا اللوجو نزل لي تحت شويه، فانا محتاج بقى ايه ابدا اظبط مكانه بالظبط. احنا حطيناه اللوجو داخل الطبقه بتاعت مين؟ الهيدر، عشان ما اطلعش بره بالطريقه دي. نزل لي كده بالشكل ده. هنقول مثلا كده، تمام. بس الأول ادي الهيدر والقفلة بتاعته، وادي اللوجو. تمام، هنقول اللوجو فلوت رايت، سيف. طيب تعال نشوف كده شكله ايه على اي متصفح معايا. انا عندي مسطب بالفايرفوكس والانترنت اكسبلورر والجوجل كروم، فانا بقول لك كل الاختيارات، فخلينا في الفايرفوكس. بيطلب منك سيف طبعا، بتسيف له يقول له اوكي. يبقى هنا نظبطها بقى. المارجن هو كان العرض بتاعه 182، نقول له مارجن رايت عشان نجيبه ناحية الرايت شوية، 182 بي اكس. اوكي، نخلي بقى 5 محطوط هنا مكانه. هنضغط على F12 او هنا، ماشي. يبقى اللوجو هيتحط هنا بالشكل ده. طبعا اللوجو واخد المساحة كلها، فانا طبعا كده مش هينفع، فعايزين نصغره شوية عن 170، هنخليه 160. ننزله تحت شوية كمان. هنا مارجن توب نقول 5 بي اكس. بالتالي كده هيبقى كويس جدا. تمام، طيب يبقى خلصنا من البانر. هنخش بقى على مين تاني؟ نفتح بقى كله كده. هنخش على المنطقة اللي تحت، وهي منطقة المنيو دي. طبعا ليها ارتفاع تقريبا يعني حوالي 30 بيكسل او حاجة. وخلينا نشوف الكالر بتاعها، هناخده برضو كنترول سي، وهنيجي هنا هنقول مين منيو. انا هسمي الطبقة دي كده فوق، اقول له height 30 bx تقريبا يعني. ال background color ممكن كده، لا خلينا بقى ناخد الكود اللي احنا خدناه
وخلينا ناخد المين منيو دي كنترول سي ونعملها تحت مين بقى الهيدر، يبقى ديف يساوي اي دي ونحط له بقى اسم الاسم بالظبط. نقفل تمام هنا اهو. يبقى انا وصلت للنتيجة دي. هنخش بقى تاني على بقية الحاجة. بعد ما خلصت المين منيو بصيت لقيت ايه، بعد ما خلصت المين منيو بصيت لقيت الصفحة بدأت تتقسم اتنين، عندي المحتوى اللي هتحط هنا وعندي القائمة الفرعية او الجزء اللي العمود اللي على اليمين ده هيتحط هنا. تقريبا تقريبا الويدث ده حوالي 200، حوالي 200 بي اكس او بيكسل تمام. فانا هعمل طبقه كبيره قوي قوي اللي هو اللي هي الكونتينر او البادي كله، وبعدين جواه هعمل مين العمود ده والفوتر طبعا. هنعمل طبقة وهنسميها كونتينر أو كونتينت أو أي حاجة. طبعا الويدث بتاعها ده هيكون زي ما احنا عارفين 950، حدد له زي ما انت عايز مقاساتك. هيكون ال بس خلينا كده خلينا كده دلوقتي، وهنقول له ال رايت كولم ده هيكون الويدث بتاعه 200، الباك جراوند كولر بتاعته الباك جراوند كولر نحط له اي واحد افتراضي، بعدين نحط ناخد الكود نسينا ناخده او كنا واخدينه قبل كده تقريبا في لون التكست، كان ممكن ناخدها من سي اس على طول بس يلا مش مشكلة. هنقول ده فلوت هيكون موجود على اليمين رايت. جميل، هعمل طبقة بالكونتينر وهنحط جواها ال رايت كولم وهنحط جواها كمان المين كونتنت. على فكرة يبقى احنا عملنا كونتينر كبير مربع كبير وهنقسمه اتنين، واحدة على اليمين اللي هو العمود اللي على اليمين وبعدين العمود الكبير اللي على الشمال هيكون فيه الكونتنت. كونتنت نطرح بقى 950 ناقص 200 هيبقى 750، هيكون الويدث بتاعه 750 بكسل وهيكون نحط الباك جراوند مش مشكلة، هيكون فلوت ليفت ده بقى على الشمال بس كده. ناخد واحدة واحدة بقى ونحط الـ ID بتاعها هناك. خلصنا ده، احنا كده الهيدر جواه اللوجو وبعدين حطينا الأخ ده، بعدين القفلة دي بتاعت مين البادي. فاحنا هنحط هنا، خلينا نعمل مسافات برضو عشان الناس ما تلخبطش، او ممكن
ممكن نعملها كده. تمام، مؤقتا يعني. تمام، يبقى هنا هنقول بقى الكونتينر. حط بقى التاج بتاعه ديف. دي ساوي اخينا مين الكونتينر. ونقفل الحاج ديف. الكونتينر ده جواه اللي احنا قلناه الرايت كولم والكونتنت. مجرد بس هتحط هات ديف اي دي بيساوي الرايت كولم، وبعدين اروح جاي قافل الديف، واروح كمان جاي تحت بقول له ديف تاني. هنشتغل شويه بقى بالشورت كات دي. هنختار فين الكونتنت اهي. ونقفل الديف. يبقى ده الكونتينر وفي الاثنين دول. سيف. جرب بعمل كده، يبدا ينزل لي اهو بالشكل ده وقسم لي الصفحه بتاعتي زي ما انا عايز. طبعا الويدث ده طبعا ما او الهايت ده طبعا اوتو، فهو بيفرد مع المحتوى خلاص، فما تقلقش من حته الهايت بتاعه. فاضل معانا الفوتر. تخيل، شوف الموضوع سهل ازاي. الفوتر ده على ما يبدو ان هو جوه الكونتينر او جوه الكونتنت، عايزه لوحده خالص تحت، واخد الفوتر كله. فين بقى الفوتر؟ ممكن اطلع الطبقة دي فوق بحيث انه يدي كل ده، وهنسمي ده فطر. يلا ونرمي ده في صندوق الزبالة، وخلينا بقى كده بالطريقة دي. طيب، جميل اوي. يبقى احنا عملنا الفطر بالطريقة دي، فده هيكون موجود في ال بره كونتينر خالص. خلينا ده بره كونتينر خالص. ده تقريبا الويدث بتاعه او الهايت بتاعه تقريبا برضو 35 او 30 بكسل. فهنعمل له طبقة تانية خالص وهنسميها فوتر. الويدث بتاعها هيكون الويتس. طب انا ممكن كنت اكتب الهايت، والله ما انزع عارف الهايت اتش اي اتش اي اي جي اتش تي هيكون 35 بيكس. تمام، هو عبارة عن لون سوليد، فهديله اللون الاسود. هيكون 3 اصفار، وهنروح لازقينه بقى فين؟ تحت خالص لحظة. ديف يساوي مسافة اي دي يساوي مين الفطر. نقفل. فين؟ طيب، نعمل سيف ونروح على فايرفوكس ونعمل له ريفرش. هتلاقيه بالشكل ده طبعا جوه بقى الكونتنت والحاجات دي. طيب، يبقى احنا وصلنا. اللي هنعمل ايه بقى عشان نبين
الحاجات دي كلها. ممكن نيجي على الكونتنت وتيجي كده تعمل كم مسافة تمام، وجوه في الرايت كولم عشان يبان، هو كده كده هيبان اصلا لان الكونتنت خدت هايت. ونروح على الفايرفوكس وعايز تظبيطه. طيب نظبط بقيه التمبلت في الفيديو الجاي عشان ما اطولش اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.